طبعا التاريخين اللي بيتعامد او بتتعامد عليهم الشمس على وجه رمسيس الثاني مش تم اختيارهم بشكل عشوائي، لا لهم هدف ولهم مناسبه. المناسبه الاولى في 22 اكتوبر هو موسم الحصاد عند الفراعنه، و22 فبراير هو موسم الزراعه والفيضان، وبالتالي الفراعنه او المصريين القدماء بشكل عام كانوا بيحتفلوا بالزراعه وبالحصاد من خلال هاتين الظاهرتين، او انهم عكسوا احتفال الفراعنه بالحصاد والزراعه من خلال ظاهره تعامد الشمس على معبد ابو سمبل وتحديدا على وجه رمسيس الثاني. انت عارف يا همام، من 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 اغرب واجمل ما قرات، بس هقول لك ايه اغرب ما قرات بعد ما ناخد هاتفيا الاستاذ الدكتور مصطفى الوزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار. يا صباح الخير يا دكتور مصطفى، والمشهد بديع وجميل ولا يحتاج منا انا وهمام الى سؤال. حضرتك معاك الصوت والصوره على الهواء مباشره، صف لنا جمال هذه الظاهره واقبال الالاف من المصريين والاجانب لحضورها. اتفضل يا فندم. صباح الخير يا استاذ منا. صباح الخير يا همام، كل سنه وحضراتكم طيبين. تحيه من ابو سمبل، تحيه من الملك رمسيس الثاني ومن نفرتاري لحضراتكم وللساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. بدا الحفل على فكره مش بس التعامل، بس لدى في مهرجان، كان مهرجان اسوان معالي وزيره الثقافه، معالي وزير السياحه والاثار. امبارح كان عندنا حفله هايله بعد عرض الضوء والضوء، فرق فنيه استعراضيه بحضور الالاف من المصريين والاجانب، احتفاليه مستمره من امبارح وحتى الصباح الباكر. توافد غير عادي واقبال غير عادي من السياحه الداخليه، ودي كانت ملفته جدا للنظر. حاجه محترمه جدا، ناس على اعلى مستوى. لا المصري بيشرف فعلا في اي حته، واقفين لايننج اب في صفوف بانتظام، كله ماسك كاميرات ومستنيين اللحظه. الحمد لله النهارده السماء صافيه جدا والشمس طلعت بشكل رائع، وبدايه التعامد كانت على وجه طبعا رمسيس الثاني، ثم على راح وراختي وامون راع مع هذا الاله بتاعه وليها قصتها المشهوره. النهارده قنوات عالميه بتبث مباشر، كان في دعوه من وزاره السياحه والاثار لانفلونسرز او المؤثرين او المدونين، جم من انحاء العالم، بمنهم اللي جاي من روسيا، من موسكو، من اوكرانيا، من بيلاروس، من استونيا، من الكويت، من دول الخليج. كلهم الحقيقه كانوا كلهم بيبثوا مباشر، وكلهم بيلتقطوا صور جميله جدا وبيعملوا دعايه غير عاديه لمصر بصفه عامه، وهنا بخصوص بالذكر في الحدث ده منطقه ابو سمبل وتعامد الشمس. لا منظر النهارده كانت القنوات بتسجل وبتبث مباشر، وعندي شاشات بره عشان الكم الهائل، فاللي بتشاف جوه في المعبد بتشاف بره على شاشه عملاقه. لا كان في تنظيم، حاجه رائعه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الفيدباك يا استاذ همام ويا استاذه منى ايجابي بشكل غير عادي ولله الحمد. طيب دكتور مصطفى، فرصه ومناسبه جيده جدا ان احنا نبروز، وصحيح الحضاره الفرعونيه الثقافه المصريه مش محتاجه البروزه، لكن برضو يعني احنا نقدر نشجع العالم ان هو يزور، نسوق للاثار المصريه وهذه الظاهره الفريده، ان احنا خلينا نستخدم كلمه نغزو اسواق، نغزو اثريا يعني اسواق جديده عندنا في مصر. هل ده في وجهه نظر في يعني في التخطيط لوزاره السياحه ووزاره الاثار تحديدا ان هم او ان احنا نجذب اسواق جديده يمكن ما كانتش منتشره قبل كده انها تيجي مصر؟ كمجلس اعلى للاثار بنقوم بعمليه اكتشافات اثريه، قدرنا نبهر العالم اجمع بالاكتشافات، احنا بنخاطب العالم اجمع. لكن هنا بيبقى الدور الثاني اللي هو دور هيئه تنشيط السياحه. دور هيئه تنشيط السياحه بياخد الماده العلميه وبياخد الداتا من المجلس الاعلى للاثار، من اكتشافات، من افتتاح متاحف، ثم بيغزو عن طريق بورصه بتبقى عالميه، بتبقى بورصه برلين، بورصه لندن، بورصه ايه الى اخره، موسكو، روسيا، ما اعرفش ايه. المهم البورصه العالميه بكل مصري بتشارك بشكل غير عادي، بتقصد طبعا اسواق، وزي ما حضرتك تفضلت في البدايه، غزو اسواق جديده وفتح اسواق جديده، ودي حاجه مهمه جدا عشان ما يقتصرش بس التعامل على دول اوروبا مثلا وامريكا. صحيح. لا الحمد لله نشارك جنسيات مختلفه تماما. شرق اسيا شفنا في الصور. طبعا ودي مهمه جدا جدا جدا، ان احنا ما نعتمدش على ديستنيشن واحد بس او سوق واحد بس اللي احنا بنركز فيه. لا الحمد لله كمان في صحوه غير عاديه من غرف شركات السياحه، من شركات السياحه شافوا ده. الاجمل بقى يا استاذ همام ايه على سؤالك ده؟
الاجمل انه في حاجه ما يسمى بالكلاسيك بروجرام، البرنامج الكلاسيكي العادي اللي هو زياره مثلا القاهره والمتحف ثم الاقصر واسوان ومش عارف الناس اللي حضرتك. لا دلوقتي ابتدوا يدخلوا نوع ثاني من السياحه، منها بقى سياحه مؤتمرات ماشي، السياحه العلاجيه ماشي، سياحه السفاري ماشي، سياحه الباص صحيح. الباصور ماشي صحيح. يعني مثلا في مجموعه الجنسيه برضو امريكيه بيعمل باصور بيتحرك من القاهره، عدى على سقاره، عدى دخل على تونه جبل المنيا، عدى على اسيوط، داخل بعد كده على ابيدوس، داخل على دنطره، الباصور لغايه لما يستقر في الاقصر. بيعمل بيحاولوا يتنافسوا في فتح اسواق جديده مش بس للجنسيات، وبقوا كمان للبرامج مختلفه الجديدة. صحيح ودي حاجه مهمه جدا لانه التنوع مهم طبعاً. مهم عشان هناك نوع من انواع السياحه وده مهم قوي قوي قوي، الا وهو سياحه الريبيترز. ريبيترز يعني ايه؟ يعني انا جيت مصر قبل كده وخلاص، انا شفت الاقصر، شفت اسوان، واي دو اي هاف تو كم باك؟ ليه ارجع تاني؟ صحيح. استنى اللي هو في الـ في مجال السياحه والفندقه برضو معروفه باسم الريجولر جاست، يعني الجاست اللي بقى خلاص بقى بيجي اكتر من مره بعد كده، بس هو ريبيترز طبعا على الوضع اللي حضرتك بتقوله ده اكثر دقه يعني. شكرا لحضرتك جزيل الشكر ومبروك على نجاح هذه الاحتفاليه العظيمه والتي تشرفنا جميعا كمصريين، الدكتور مصطفى وزيري الامين العام للمجلس الاعلى للاثار.